هذه أشياء يتوهم البعض أنها تؤثر على صيام الإنسان، ولكن لا تأثير لها، أسردها سردا. معجون الأسنان لا يؤثر، وضع بخاخ لتعطير الفم لا يؤثر، لكن يحترز حتى لا ينزل. وضع حبوب تحت اللسان هذه لا تؤثر إذا كانت في محيط الفم، لكن إن كانت تنزل إلى الجوف هذا يسأل عنه الأطباء، لكن إذا كانت في محيط الفم، إذا كانت هذه الحبوب في محيط الفم توضع تحت اللسان، فإنه إن كانت في محيط الفم فإنها لا تؤثر على الصيام. والقاعدة في هذا من أن الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. معلوم أن الأكل والشرب إنما يكون أصالة عن طريق الفم، والأنف يدخل لأنه مدخل للطعام والشراب لما في السنن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن الذي يؤثر هو ما أخذ عن طريق الفم ونزل إلى الجوف، ولو أخذ عن طريق الفم وكان في محيط الفم كما مثلنا بالمعجون وما شابه ذلك فإنه لا يؤثر. الأنف مجرى ويؤثر على الصيام إذا نزل إلى الجوف، لكن إذا كان في محيط الأنف فإنه لا يؤثر، أما ما عدا ذلك فإنه لا يؤثر. والإبر كما سلف كلها لا تؤثر إلا إذا كانت إبرا مغذية تغني عن الطعام والشراب.